وصلنا إلى إصحاح 10. فكركم بالإصحاحات اللي فاتت، كنا بدأنا الخطوم، والخطوم كانت بتكشف لنا عن ضربات وتأديبات للناس. ولما اتفتح الختم السابع انتهى بأنه بدأت أبواق السبعة، والأبواق السبعة عبارة عن تأديبات للأرض، آخرهم الملاك الخامس والملاك السادس. الملاك الخامس بتاع الجراد، ضربة الجراد اللي جات على الأرض، والملاك السادس الحرب اللي اشترك فيها 200 مليون فارس، وحرب يتزعمها الشيطان. وفي آخر الكلام ده قال لنا في الساعة 9 إن الناس ما تابتش بالرغم من ده كله، لم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. يعني كل أنواع الخطايا مستمرة والناس ما بتتوبش بالرغم من كل الشر المحيط بيها. هنا برضه قبل ما ادخل في اصحاح 10 عايز اقول لكم على مبدأ روحي مهم. الشخص الروحي كل المعلومات اللي يقابلها تدفعه للتوبة، والشخص الجسداني الارضي يقعد يتسلى باخبار الدنيا وما يلاقيش فيها رسالة توبة. يعني مثلا كلنا منزعجين على اخبار حرب العراق، يا ترى امريكا هتضرب ولا مش هتضرب. الشخص الروحي يصلي وياخد الكلام ده كاشارة انه قد تأتي ايام صعبة على العالم كله، على المسيحيين المؤمنين في بلادنا، وقد تكون من علامات نهاية العالم. طيب هل الكلام ده بيوصلنا الى توبة؟ بيخلينا نهتم ونركز لألا تكون أيامنا بتقرب ولألا تكون في أيام صعبة هتيجي علينا، ولا نجتهد زي ما غيرنا بيجتهد، نقعد نقول يا رب هيضربه ولا مش هيضربه خلاص. في فرق بين واحد يقرأ الجرايد وتتحول الأخبار إلى مادة للصلاة، يا رب ارحم العالم، يا رب نجي الناس من الحروب، يا رب ارحم الأطفال من اللي ملهاش ذنب، يا رب اقتل عمل ابليس وافكاره. وواحد اهو عمال يتسلى ويقول هيحصل ومش هيحصل وما يستفدش. ما هي دي ضربات على العالم بسماح من ربنا وتاديبات شديده للشر اللي مال الدنيا. طب هل الكلام ده احنا بنتوب عنه ولا هينطبق علينا ما قيل في اصحاح 9 في سفر الرؤيا؟ اما بقيه الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين. يعني غيرنا ممكن يموت بالآلاف والملايين، وإحنا برضه كل اللي هيفضل يشغلنا الخشب والحجر والفضة والنحاس والذهب، لسه حياتنا هتفضل مشغولة بالحاجات دي، ولا هنبتدي حياة توبة قوية عشان نكون مستعدين. إصحاح 10. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، ورجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد، وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصوات. مين الملاك ده يا ترى؟ بيقول رأيت ملاكا آخر قويا. ما هو كل اللي فات دول ملايك، كل شوية ملاك يطلع يعمل حاجة، يبوق والبوق يجيب حاجة.
لكن الملاك ده لما وصفه واخد صفات غريبة، صفات مش بتاعة ملاك. عشان كده أغلب المفسرين قالوا إن الملاك ده هو المسيح نفسه. أنتوا عارفين في العهد القديم كان الله يظهر أحيانا، ربنا يسوع المسيح، على شكل ملاك العهد. يعني مثلا ظهر كملاك العهد لأبو شمشون وأمه منوح وزوجته. فكان كلمة ملاك العهد دي إشارة إلى المسيح له المجد الظاهر لبعض الشخصيات في العهد القديم. ظهر ليشوع كملاك وقال له اخلع عليك انت واقف على أرض مقدسة. فهنا الملاك ممكن يكون المسيح نفسه له المجد، لكن هو مش عارف يوصفه فوصفه على شكل ملاك، وكلمة ملاك يعني مرسل. والمسيح له المجد قال على نفسه أنا مرسل، قال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا إلى العالم. فكلمة مرسل تنطبق على المسيح، ممكن تنطبق. هنا صفاته أصلها صفات مش ملاك عادي. ليه؟ يقول ملاكا قويا. طب ما كل الملائكة اللي فاتوا أقوياء، لا ده يفرق عنهم. متسربلا بسحابة، دي جديدة، دي ما جاتش على الملائكة اللي فاتوا خالص. لأنه حضور المسيح ومعاه السحابة دايما يفكرنا بحضور الله في العهد القديم. كان ربنا يقود الشعب في العهد القديم على شكل عمود سحاب بالنهار، وعشان يشوفوه بالليل يبقى عمود نار. ولما المصريين كبسوا عليهم وكانوا هيموتوهم، وقف عمود السحاب بينهم وبين المصريين عشان يحميهم ويعمل فاصل. ولما عدوا في البحر ما بقاش لا قدامهم ولا وراهم، بقى فوقهم. فعمود السحاب ده كان ملازمهم محاصرهم، قدامهم اغلب الوقت، وراهم وقت اللزوم لما المصريين هيجوا يضربوا المؤخرة، فوق منهم وهم بيعدوا البحر الأحمر. وكانوا متحوطين بالسحاب. عشان كده يقولوا في حدث التجلي لما دخلوا التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا في السحابة وهم على الجبل، جاءت سحابة وظللتهم فخافوا جدا. ليه؟ هم كيهود إحساسا أن السحابة جات في الوقت ده والمسيح كان في مجد قدام عينيهم منور، يحسسهم على طول برهبة حضور ربنا. لأن نفس عمود السحاب كان يحل على الهيكل لما سليمان مثلا يقدم ذبيحة، وكان ينزل على تابوت العهد وهو موسى بيتكلم في خيمة الاجتماع. فكان دايما معروف أن السحابة دي تمثل حضور الله. فلما يقول ملاك متسربلا بالسحابة، ده عاوز يقول أن ده مش ملاك عادي. طبعا بعض المفسرين او الشراح قالوا ممكن يكون ملاك، ويعني بعض علامات القوة فيه. كلا الرأيين مقبولين، لكن برضه من اللي يأيد رأي انه الملاك ده ممكن يبقى المسيح له المجد الكلام اللي يجي بعد كده، يقول وعلى رأسه قوس قزح. لما نرجع من اللي كان اصحاح فاته نلاقي ان المسيح في سفر الرؤيا في اصحاح 4 قال على العرش جالس، وفوق العرش في قوس قزح. فاكرين الكلام ده درسناه قبل كده مع بعض في اصحاح 4، وقلنا ان قوس قزح ده علامة العهد اللي بين ربنا وبيننا، لان ربنا عمل قوس قزح ده بعد ما الطوفان انتهى وبعد ما نوح قدم ذبيحة. فربنا قال انا مش هخرب الارض تاني بالطريقة دي، انا هشوف لي حل تاني، مش هفني الانسان، انا هفدي الانسان، بدل ما اهلكه انا هخلصه. فالدقوس قزح في السحاب عشان الانسان كل ما يشوف مطر يخاف ويهلع ويقول ربنا هيغضب تاني ويفني الدنيا، يطلع قوس قزح وسط المطر كده يقول له ما تخافش، في وعد من ربنا انك مش هتفنى بالطريقة دي تاني. فكون حوالين المسيح قوس قزح وحوالين الملاك قوس قزح، يبقى الملاك ممكن يبقى ربنا يسوع المسيح. وعلى رأسي قوس قزح يعني علامة سلام. قوس قزح ده بألوانه الجميلة علامة عهد بيننا وبين ربنا. ربنا بيقول ما تخافوش، الهلاك مش ليكم، الفناء ده مش ليكم.
ووجهك الشمس، برضو كتير على ملاك اتقال عليه وجهك الشمس، لان المسيح له المجد اتوصف في رؤيا واحد بحكاية ان وجهك الشمس، فممكن يبقى الكلام على المسيح برضو. ليه؟ لانه دايما المسيح يتوصف انه شمس البر والشفاء في اجنحته، وانه هو النور الحقيقي. فلما يتقال وشه كالشمس يفكرنا بيسوع في التجلي، لما كانوا التلاميذ مبهورين من شكله واضاء وجهه كالشمس، يبقى الكلام ده اتقال على المسيح وهو بيتقال عليه في رؤيا 10. يبقى هذا الملاك القوي العجيب ممكن يكون المسيح له المجد. ورجلاه كعمودي نار، برضو الصفة دي اللي درس معانا سفر الرؤيا من الاول يلاحظ انها اتقالت على المسيح في اول اصحاح من سفر الرؤيا، لما شاف يوحنا المسيح في اول اصحاح في اول رؤيا ليه. احنا قلنا الرؤيا دي مجموعة من الرؤى، اول منظر ليه كان واقف ووشه منور زي الشمس ورجليه زي عمودي النار او زي النحاس المحمى في اتون النار. وهو لما يكون نحاس سخن جدا ما تبقاش مميز ان كان ده نار ولا نحاس سخن جدا، كأنهما محميتان في اتون نار. وقلنا ساعتها اشارة الى كم الالام اللي المسيح استحملها برجليه عشان انه مشي على الارض واتذل واتصلب واتبهدل، كل ده اشارة الى ان رجلاه محميتان كنحاس محمى في اتون نار. وهنا يقول رجلاه كعمودي نار، يبقى كلمة ملاك قوي ونازل من السماء متسربل بسحابة على راسه قوس قزح، وجهه كالشمس، رجلاه كعمودي نار، كلها اشارات الى انه ده مش ملاك عادي. لانه طب ما وصفش ولا ملاك من اللي فاتوا الوصف دي ليه؟ ولا رئيس ملائكة توصف كده. فنميل ان الرأي يكون ان ده المسيح له المجد، لكن هو على قد وصف يوحنا قال كلمة ملاك لانه في المجد ده هو حاجة منورة جميلة قوي، فيبقى المسيح له المجد في مجده كملاك قوي. ومعه في يده سفر صغير مفتوح، هنشوف ايه السفر ده. معاه في ايده كتاب، بس الكتاب المرة دي ايه؟ مفتوح. فاكرين من كام اصحاح كان في سفر مختوم ويوحنا قعد يعيط لان محدش قادر يفك ختوم السفر، لغاية ما طمنه واحد من الشيوخ وقال له ما تخافش قد غلب الاسد الخارج من سبط يهوذا ليفك السفر وختومه، هيفتح السفر ويفك ختومه. وساعتها تقدم، مش الاسد طلع، ايه بقى الاسد بتاعنا؟ الحمل او الخروف القائم كأنه مذبوح، وبدأ يفك الختوم. وعرفنا انه مقصود بالسفر المختوم ده تدبير الخلاص لكل الازمنة، قصة حياة الكنيسة من زمن لزمن، اسرار المستقبل لغاية ما هيجي المسيح، ابتدى المسيح يفكها ختم ختم ويورينا تسلسل الازمان اللي جاي على الكنيسة والايام اللي جاية. هنا السفر مفتوح، يعني مفيش مشكلة في قرايته، سفر صغير في يده مفتوح. طب هو المسيح هيمسك ايه في ايده سفر؟ هنشوف. ووضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الارض. احنا عالمنا اما ارض او بحر، السماء دي يعني مش بتاعتنا، لكن هو راسه في السماء لانه ملاك قوي جبار، ورجل على البحر ورجل على الارض، كأن له سلطان على الارض والبحر والسماء. فلما يقول رجل على الارض ورجل على البحر يعني كل شيء خاضع له بما فيهم السماء، لانه هو ضخم جدا مالي السماء والارض. ده اللي هيبان في الكلام دلوقتي. وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الاسد. تفكرنا برضه لما بيقول قد غلب الاسد الخارج من سبط يهوذا، ما عندناش غير اسد واحد، اسد واحد بنحبه واسد بنكرهه. الاسد اللي بنحبه الخارج من سبط يهوذا هو المسيح المنتصر القوي اللي خرج غالبا ولكي يغلب. وعندنا الاشاره بتاعته الى الاسد زي انجيل مرقس اللي يبتدي يقول صوت صارخ في البرية، صوت اسد اعدوا طريق الرب. وعندنا اسد بنكرهه اللي قال عنه معاملنا بطرس عدوكم كاسد زائر يقول. ليه؟ ما هو الشيطان يحب يقلد المسيح، بس هو فين والمسيح فين؟ فهو كمان يعمل فيها اسد، وهو
يعني ما فيهوش حاجة يعني، لكن هو يعمل فيها أسد برضه ويعمل هوسة برضه ويقلب الدنيا كلها، واللي يخاف منه يقعد، لكن اللي يبص له كده باستهتار ويقول له أنا ليا سلطان عليك وعلى الحياة والعقارب وكل قوات العدو اللي محتمي في الأسد المسيح، الأسد الشيطان ده كلام فاضي بالنسبة له. فاحنا عندنا المسيح هو الأسد، فبيقول زمجر صرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد، برضو دي من الإشارات أن الملاك ده مش ملاك عادي، ده المسيح له المجد. لكن لما صرخ زمجر بس، يعني عمل صوت مخيف. ليه؟ بصراحة الإصحاح اللي فات حتى في ناس منكم قالت احنا خفنا، تخضينا من الضربتين الأخرانيين دول، ضربة الجراد دي مرعبة، وضربة الحرب اللي جاية ب 200 مليون فارس وشكلهم يخوف، واسمنجوني وكبريتي وناري وحاجات تخوف كده، إصحاح مهم يخوف، ضربات تقيلة قوي على العالم. فيتراءى للبعض أحيانا أن العالم ده بيغلب الشر، وأن اللي ماسك العالم ده الشيطان، وأنها خربت، وأنه محدش هيخلص أبدا، والحكاية خسرانة، وما سمعناش عن صوت ربنا في الإصحاح اللي فات. فهنا المسيح له المجد يزمجر كالأسد عشان يقول أنا هو، أنا هنا، لما تكون جيوش الدنيا أنا هنا برضو، أنا هنا الحكم، أنا هنا القاضي، أنا هنا اللي في إيدي كل حاجة، أنا اللي سامح بده كله، إن كان جراد بأفكار شريرة تظلل العالم أو حرب جديدة تاكل ثلث العالم، برضو أنا هنا، أنا الأول والآخر، أنا البداية والنهاية، أنا الذي أزمجر كالأسد بصوت مخيف. وبعدما صرخ المسيح له المجد بصوت كأسد، تكلمت الرعود السبعة بأصواتها. الله، ده دخلنا في سبعة كمان، احنا كل شوية ندخل من سبعة لسبعة، وكأن الأزمنة مش راضية تخلص. بدأنا بالكنائس السبعة، وبعدين شفنا الختوم السبع، وخلصنا الأبواق السبع، فاضل آخر بوق، وقبل ما يخلص البوق السابع لقينا إيه؟ الرعود السبعة. إيه الرعود السبعة دي؟ هنشوف. وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب. ما هو كل ما يشوف حاجة ويسمع حاجة يكتب، زي ما كتب كل ختم بيقول إيه وكل بوق بيعني إيه، كان هيكتب كل رعد بيقول إيه. فسمعت صوتا من السماء قائلا لي اختم على ما تكلمت به الرعود السبع ولا تكتب. لا، ما تكتبش دي. الله، يا رب، ده انت قبل كده قلت له اكتب كل اللي تشوفه كل اللي تسمع، وعند حتة معينة قال له بس دي عديها، دي اختم عليها. اختم يعني ايه؟ يعني هات اخرها على طول، زي واحد يمسك الكتاب يقوم يقلبه يجيب ختمه كده، يجيب اخره، ختمه يعني اخره. فقال له لا، ما تقولش الرعود بتقول ايه، اختم عليها وخليها سر. ده يؤكد ان سفر الرؤيا مليان اسرار. دي حاجة ما نقدرش احنا بقى نقول فيها حاجة، يا ترى ايه الرعود دي؟ في ناس طبعا برضو بحب الاجتهاد قالت يمكن اتقال فيها اسم الدجال، يمكن اتقال فيها زمن مجيئه، يمكن اتقال الناس البلاد اللي هتهلك في الحرب اللي فاتت دي بالذات، يمكن اتقال فيها اسرار المسيح مرضاش يقولها. خلاص مرضاش يقولها، فقال له اختم عليها، اديك شفت وسمعت وفي رعود وربنا قوي جدا، والعالم مش في ايد الشيطان، ده اللي ربنا اللي سامح بده كله، لكن اختم، ما تقولش التفاصيل، ما تقولش اللي شفته. ده يخلينا كمان نعرف طريقة ربنا. ساعات ربنا يكشف لواحد حاجة يقول له بس ما تقولش، دي حاجة ليك انت بلاش تقولها، وفي حاجات يقول له لا احكيها لكل الناس دي، وهكذا. في حاجات تتحكي وحاجات ما تتحكيش، واللي يقود الموضوع ربنا، هو اللي يقول ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، والانسان الحكيم في حاجات يقولها وحاجات يخبيها. اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتب. والملاك الذي رأيت واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء. ما هو طايل السماء وطايل الأرض وطايل البحر، في إيده كل حاجة، مسيح له المجد. وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين.
افتكر في الحتة دي كلمة اللي قالها ربنا عن نفسه، قال اقسمت بذاتي، لان هو الحقيقة ربنا قال ما تقسموش بحاجة لان انتوا ما تملكوش حاجة، فما يصحش بصراحة ملاك يحلف. ليه؟ يقدر يحلف باسم ربنا وهو يملك ربنا فين ده؟ فعشان كده ربنا قال ما تحلفش براسك انت ما تملكش شعرة فيه، وما تحلفش بالارض لانها موطئ رجلين ربنا، وما تحلفش بالسماء لانها كرسي الله، ما تحلفش بحاجة لانك ما تملكش حاجة. طب مين اللي يقدر يقسم؟ اللي يملك. مين اللي يملك؟ ما فيش غيره ربنا. فحين يقسم بذاته زي ما قال في سفر العبرانيين وهو بيحكي لنا قصة أبونا إبراهيم، قال لأبونا إبراهيم كلمة غريبة جدا، قال له أقسمت بذاتي أني لا أباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا. فهنا الملاك دي برضو تؤكد أن ده مش ملاك عادي، لا ده ربنا يسوع المسيح، لأنه هو بنفسه الحي إلى أبد الأبدين. فهنا بيقسم، يعني إيه؟ بيقول وهو يملك كل شيء، وهو يملك انه لازم هيحصل اللي انا بقوله ده. اقسم بالحي الى ابد الابدين الذي خلق السماء وما فيها والارض وما فيها والبحر وما فيه. طبعا دي واضحة ان هو ليه ده رجل على الارض ورجل على البحر وايد في السماء، فعاوز يقول انا اللي ماسك ده كله بامارة ان انا املك الدنيا كلها ارض وبحر وسماء. هقول لكم حاجة، لا يكون زمان بعد. يعني ايه لا يكون زمان بعد؟ بالضبط كده، يعني كفاية كده، انا طولت بالي خالص خالص خالص، وديتكم سنين، وديتكم ضربات، وديتكم علامات ان الناس تتوب، كفاية بقى، لا يكون زمان بعد. الدجال جه وعمل حرب والنقدة يعني على الضربات، وبرضو الناس مع كل اللي شافته ما تابتش، لا يكون زمان بعد. خدوا فرص قد ما خدوا وما عرفوش يتوبوا، كفاية نقفل العالم بقى. إذا ربنا يقسم أن لهذا العالم نهاية، لأنه بيطلع لنا بعض المبتدعين يقولوا كل شيء باقي كما كان ولن مش هيحصل له حاجة، ودي رد عليها معلمنا بطرس في رسالته الثانية، قال هيجي ناس على الآخر يقولوا إيه، قعدت تقولوا ربنا جاي ربنا جاي، الدنيا هتخرب الدنيا هتنتهي ما فيش حاجة حصلت، ويشككوا الناس. فالمسيح يقول أقسمت بذاتي لا يكون زمان بعد، هتشوفوا بعينيكم أن الزمن له نهاية، الزمن له نهاية، لا يكون زمان بعد، يعني هذا الزمان له نهاية قريبة، وعدد الأيام هينتهي، وعدد السنين هيتقفل، لن يكون زمان بعد. ده قسم من ربنا، ده وعد من ربنا. فمهما طال الزمن وافترى الشر ولقينا الدنيا ماشية غلط، الله يقسم لنا أنه لا يكون زمان بعد. يعني إيه؟ كل ده إلى حين، الشر يفتري والظلم يزيد، كل ده إلى حين وحين قريب، وهو يقسم أن هذا لن يدوم أبدا. أمال إيه اللي يدوم؟ الحي إلى أبد الأبدين، هو اللي يدوم إلى الأبد وكل أحبائه. فيقول الملاك الذي رأيت واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الأبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه أن لا يكون زمان بعد، يعني هتخلص لازم، بل في أيام صوت الملاك السابع. ما احنا لغاية دلوقتي خلصنا ست ملايك، فاكرين ولا نسيته؟ ست أبواق لسه واقفين على البوق السابع. قال لا، على البوق السابع هتخلص، هتخلص مش هنديها تاني، أصل هو على الختوم السبعة قبل ما يجي الختم السابع أم مدها سبعة أبواق، فاكرين التسلسل؟ وقال نطول بالنا تاني، لكن لا خلاص مفيش فايدة في البشر، خدوا كل الفرص، فلا يكون زمان بعد. في أيام صوت الملاك السابع متى أدمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيد الأنبياء. يعني إيه يا رب يتم سرك؟ لما يبوق الملاك السابع يتم سر الله كما بشر عبيد الأنبياء. إيه البشارة اللي إحنا واخدينها؟ إحنا نبشر بعضنا البعض،
ان المسيح جاي، وان المسيح يحمل معه سر الله، وستنراه بعيوننا. والاجمل من ده كله مش بس هنشوفه بعينينا، هنبقى شبهه 100%، مش 100% قوي يعني بمعنى نبقى آلهة، لكن يعني ناخد من مجده، نتغير الى تلك الصورة عينها. هو ده سر الله. شوف الواحد يقول بقى انا معقول بالخيبة اللي انا فيها دي والخطايا والضعفات اور السماء واقعد جنب الملائكة والقديسين واشوف المسيح بعينيا وابقى فرحان الى الابد، ويبقى جسدي لا يحتاج يأكل ولا يشرب ولا ينام. ايوه هو ده سر الله. سيتم هذا السر المكتوم، ان الانسان يتمجد ويتجلى ويبقى شبه المسيح في مجده ويدوم الى الابد كما بشر الله انبياءه. سيتم متى بوق الملاك السابع. هذه سر الله. عشان كده يقول سر الله لخائفيه في العهد القديم. السر ده مش لكل واحد. يعني ايه؟ مين يا ترى هيتمتع بالسر ده؟ مين اللي هيفرح مع المسيح في مجيئه؟ مين اللي هيبقى شبهه وينور زيه؟ مش الكل، لا. لا، الأبرار يضيئون كالكواكب في ملكوت أبيهم. هو شمس البر وإحنا زي الكواكب منورين حواليه. هم دول اللي واخدين السر. السر جوانا، المسيح بسره فينا. ولكن هذا السر لن ينكشف إلا حين يبوق الملاك السابع ونقفل على الدنيا دي وتبتدي الملكوت فيبان السر. عشان كده في كولوسي 3 يقول كلمة جميلة، يقول إيه؟ قال إحنا متنا مع المسيح. أجيبها لكم لأنها كلمة جميلة في كولوسي 3 تشرح حكاية السر اللي جوانا ده. يقول إيه؟ يقول لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. بيقول علينا احنا كمسيحيين، بيقول انتوا كلكم في الحقيقة فيكم سر غير بقية الناس. ايه السر اللي فينا؟ ان احنا متنا كلنا يوم اتعمدنا مع المسيح، وحياتنا مستخبية في المسيح مع المسيح في الله. لينا حياة روحية خفية، لينا سر الله داخلنا، لينا حياة مستترة مع المسيح في الله. يقول لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. طب الاستتار ده، السر ده يبان امتى؟ يقول متى أظهر المسيح. لما يجي المسيح في مجده، لما يظهر المسيح في آخر الأيام، الذي هو حياتنا. هو المسيح حياتنا، وده سرنا ان المسيح هو حياتنا. متى اظهر المسيح حياتنا؟ حينئذ تظهرون انتم ايضا معه في المجد. يعني احنا جوانا سر المسيح، جوانا بالروح القدس، وفي قوة الابدية جوانا، وفي قوة روحية تخلينا ننور اكتر من الملائكة. بس كل ده ايه؟ مستتر. طب المجد اللي مستخبي فينا ده هيبان امتى؟ هينور امتى؟ متى أظهر المسيح، متى بوق الملاك السابع، حينئذ يتم سر الله لخائفيه كما بشر الله أنبياءه. متى أظهر المسيح الذي هو حياتنا، حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. على هذا الرجاء احنا عايشين. احنا عايشين ليه؟ عشان مستنين اللحظة دي، ان اجسادنا الضعيفة الهزيلة دي تتمجد ايضا معه. كنا نتألم معه، نتمجد ايضا معه. امتى؟ متى بوق الملاك السابع. طب يمكن نشك ونقول هيحصل مش هيحصل. يقول اقسمت بذاتي لا يكون زمان بعد. اطمن، المسيح اقسم لنا ان الدنيا دي لها اخر، وان الحياة الابدية هي اللي هتدوم الى الابد. بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق، يتم أيضا سر الله كما بشر عبيد الأنبياء. والصوت الذي كنت قد سمعت من السماء كلمني أيضا. الصوت اللي كان بيسمعه من السماء من الأول خالص، واخدين بالكم، وهو نفسه سمعت صوتا من السماء في عدد 4 هنا قائلا لي
اختم على ما تكلمت به الرعود السابعة، ممكن يكون هو صوت نفس الملاك، لأن الملاك واقف من الأرض للسماء. فبيقول الصوت اللي جاي لي من السماء صوت المسيح اللي جاي لي من السماء، اللي قال لي اختم على الرعود السابعة وما تفتحش سرها، ما تقولش اللي شفته وسمعته. هذا الصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال. يبقى الصوت قال له حاجة تفضل مستخبية، وقال له لا حاجة ايه ممكن تعرفها، قال له حاجة ما تقولهاش للناس وحاجة ممكن تاخدها تعرفها وتقولها للناس. فقال له الرعود السابعة دي ما تجيبش سيرتها، قول بس اسمها واختم عليها. لكن كلمني ايضا وقال اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الارض. فذهبت الى الملاك قائلا له أعطيني السفر الصغير، فقال لي خذه وكله فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. ايه الحكاية دي؟ قال له روح خذ السفر من ايده. فاكرين السفر الاولاني المختوم كان بيعيض ومحدش قادر يلمسه غير المسيح اللي فتحه، وقلنا عليها معاني كتيرة، اهمها تدبير الخلاص محدش يقدر يقرب منه غير المسيح، فداء البشرية محدش يقدر يعرف يعمله غير ربنا يسوع، والأزمان والمستقبل في إيد ربنا محدش يقدر يمشي الأحداث إلا ربنا له المجد. لكن السفر ده قال له لا خده خده، مش بس خده اقراه. الغريب بقى أن هذا السفر الصغير المفتوح قال له خده كله. لما قال له الدين السفر المفروض قال له اديني السفر اقراه، فقال له خده وكله مش اقراه. اغلب المفسرين قالوا ان السفر ده ايه؟ الانجيل، لان هو الكتاب المفتوح اللي في ايدينا. احنا في اسرار كتيره ما نقدرش نعرفها، في رعود سبعه مختومه، وفي سفر مختوم المسيح بس اللي يقدر يفك ختومه اللي هو خلاصنا وتدبيره والمستقبل. لكن في سفر صغير مفتوح، تعالوا مش نقراه، تعالوا ناكله. كلمة جميلة، نفس التعبير اللي قاله المرتل زمان، وجد كلامك كالشهد فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. عارفين لما تلاقي واحد لقى كتاب جميل يقول لك أنا الكتاب ده التهمته، قريته بنهم، حتى كلمة نهم تتاخد مع القراية، مع أن النهم ده يعني واحد جعان بياكل. المسيح عاوزنا لما نتعامل مع كلامه نتعامل تعامل اللي بياكل كلامه، مش بيقراه، ناكله أكل، ناكله يعني نقعد كده نمضغه ونتلذذ بيه ونقتره ونستحلاه. يقول في فمك حلوا كالشهد، نفس الكلام اللي توصف به كلمة ربنا، لأن كلمة ربنا حلوة ومغرية ولذيذة. شوف احنا قد كده مقصرين في كلمة ربنا، سفر مفتوح في ايدينا واخدينه من يد الملاك اللي رجل على الارض ورجل على البحر وايد في السماء يملك كل شيء، ادانا سفر مفتوح وقال لنا مش تاخدوه تقروه، خذه وكله. ده اللي المسيح قاله لما لقى الناس اللي حواليه منحرفين في فهم الكتاب. لما يقولوا جماعة من الصدقيين يقولوا له حكاية ايه الراجل اللي اتجوز ومات، فمراته اتجوزت اخوه ومات اخوه واتجوزت اللي بعده ومات. قالوا طب قول لنا بقى اذا كان في قيامة اموات تبقى مرات مين فيهم؟ قال لهم ايه؟ تضلون اذ لا تعرفون الكتب. ما انتوا لو واكلين الانجيل ما كنتوش سألت السؤال ده. تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنه في ملكوت الله ما بيتجوزوش بالطريقة دي ولا يأكلوا ولا يشربوا. فساعتها قال لهم كمان في حتة تاني يقول لهم فتشوا الكتب، فتشوا. شوف مرة يقول كل الإنجيل، مرة يقول لك فتش الإنجيل، مرة تانية بولس يقول ليسكن فيكم، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. طب يا ترى احنا بنفتش ولا بنحفظ ولا الكلمة بتسكن فينا ولا بناكل الكلمة أكل؟
هذه درجات في التعامل مع الإنجيل، وهلا بعيد عننا كلنا ما بنقراش خالص، تبقى حاجة تزعل. لما تيجي تمد إيدك وتقول له رب اديني السفر المفتوح، هيقول لك خده وكله، مش بس خده، ده أنا عاوز أديهولك أكل تاكلها. لأنه الإنجيل ده يا جماعة مش كلام، الإنجيل ده روح. كلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، زي ما تفتح بقك كده ويتنفخ فيك روح الحياة الأبدية. النفخة الأبدية دي تاخدها من الإنجيل كل ما تقرا، كل ما تشبع بالإنجيل وتقرا الإنجيل كتير، كل ما تشبع بربنا وتحس إنك أنت كده يعني شبعت صحيح غير أكل الدنيا خالص. فأنا بيقول خذه وكله. طب ليه قال عليه السفر الصغير؟ في الحقيقة كتاب الإنجيل كتاب سفر صغير جنب الكتب اللي احنا هنقراها من ساعة ما نتولد لغاية ما نموت، اهو كتاب واحد. صدقوني الواحد يقول لو الطلبة ذاكرت الإنجيل زي ما بتذاكر أي مرجع في أي كلية أو في أي مدرسة، ما كانش ده بقى حال المسيحيين أبدا. بس يذاكروه، يا ريته يتذاكر الإنجيل ده، يا ريته يتحفظ. ده سفر صغير، سفر صغير ولكن يجعل فمك حلوا، لكن لسه فيها حتة مرارة هنشوف، لكن هيحلي بقك، هتبقى فرحان بالحياة. لما تقرأ الإنجيل هتستطعم طعم الحياة، هتستطعم وعود ربنا، هتحس يا سلام يا رب أنت بتوعدني بكل الوعود دي. طب كم واحد فينا حافظ وعود ربنا؟ يجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. وانت بتقرا كلمه ربنا دايما فرحان. في تعزيات كتيره قوي للي يقعد مع كلمه ربنا في الاول، احنا مش متعودين، بس عارفين اللي يتعود يلاقي نفسه مستمتع وفرحان. يحكوا مره عن واحد راح في قضيه في امريكا واتسجن سنه، خد حكم سنه، كان مالوش في ربنا. وبعدين دخلوا له انجيل كده يعني اهو يكسر بيه الوقت، ابتدى يقرا الانجيل، ابتدى يحب الانجيل، ابتدى يقعد معاه ساعات. خلصت المده قالوا له اطلع، قال لهم لا مش عاوز اطلع. قالوا له السجن خلص خلاص مدتك خلصت، قال لهم بس انا مش عاوز اطلع، انا هنا مبسوط قوي، انا عاوز اقعد اقرا الانجيل طول العمر. قالوا له اطلع واقراه بره، قال لهم ده انا بس مش هقراه، انا هطلع اقراه واخلي كل الدنيا تقراه. وطلع كرس كل حياته عشان يبشر بالانجيل، لانه لقى الايه. سفر صغير مش مكلف لكن في كل الغنى. كانوا زمان اللي يلاقي حته من الانجيل دي كان يحفظها صم، لان ما كانش الانجيل مطبوع في ايدينا الناس، وكان يحس انه لقى كنز. وده اللي المسيح لو المجد وصف بيه يقول كل كاتب متعلم في ملكوت الله يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يعني عاوز تبقى غني النهارده الغنى المادي صعب، بلاش غنى مادي ده ملوش لازم. ايه رايك تبقى غني بكلمه ربنا؟ تطلع جديد وقديم، تطلع من العهد القديم وتطلع من العهد الجديد، وعود ووصايا وحقائق روحيه وكلام جميل قوي، يبقى خلي في فمك حلوا كالعسل، تبقى حياتك كده كلها افراح. كلمه ربنا اللي يحبها يبقى دايما عايش في فرح. في ناس بتقعد مع الانجيل ساعه وساعتين يوميا، وده بالنسبه لناس تانيه قليل، ده في قديسين كانوا يعني بيدوا وقت اكتر من كده كتير للقرايه بس وللحفظ. واللي منكم بيحفظ كتير من اللي بيحفظوا الانجيل في درس الكتاب هنا معانا قالوا لي خبره جميله قوي، قالوا لي في الفتره اللي بنقعد نحفظ فيها بتبقى افكارنا هاديه جدا، وكل مشاكلنا صغيره قوي في عينينا، وحاسين كده ببهجه وبفرحة وبتعزية، مجرد ان احنا ماشيين طول اليوم نراجع اللي حفظناه ونكرره. اللي حفظ انجيل يوحنا واللي حفظ رسائل بولس الرسول في ناس من وسطيكم حفظوا الكلام ده كله وبقوا فرحانين ويكتروا الكلام ده وكأنهم بيحلوا بقهم كل لحظة. يكون في فمك حلوا كالعسل. طب ليه يجعل جوفك مرا؟ لأن كلمة ربنا لما تدخل الواحد من جوه تعمل ايه؟ تنخسه، تمرره على خطيته، تبكته بشدة، تكسر كبرياءه، تصرخ في ضميره عشان تحركه،
فيبقى الكلام حلو لكن الدموع نازلة، ويبقى الكلام مفرح جدا لكن القلب مكسور ومذلول قدام ربنا. كلمة ربنا تعمل التأثيرين دول، تأثيرين عكس بعضهم. ازاي واحد يبقى حزين وفرحان في نفس الوقت؟ ده شغل كلام ربنا. كلمة ربنا قد ما تعزي وتفرح قد ما تبكت وتنخص، تفرحك وتخليك طاير في السماء وفرحان بربنا وحاسس ان السماء كلها ليك والمسيح بيحبك وكأن ما فيش حد في الدنيا غيرك، وفي نفس الوقت تمررك على الحياة اللي انت عايش فيها وعلى الخطية اللي انت مشغول بيها وعلى الأيام اللي عمالة تهرب من عمرك وعلى الناس اللي مشغولة على رب بعيد عن ربنا، تشعر في جوفك بمرارة، تحس بمرار. ليه؟ وانت بتبص على الناس التايهة البعيدة عن ربنا تقول فين الناس دي من كلام ربنا؟ فين ولادي يدوقوا كلمة ربنا؟ فين حبايبي دول اللي عمال الشيطان يلعب بيهم وملهيين عن هذا السفر الصغير المفتوح؟ خذه وكله فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. ما يهمكش لو جوفك تمرش، لكن هيفضل في فمك حلوا كالعسل، هتفضل دايما حاسس بطعمه الحلو. حتى لو في مرار شوية في التوبة، حتى لو في ذل في التوبة، هتشعر برضه بتعزيات وفرح لن يفارق فمك. فسيب كلمة ربنا تشتغل بيك. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك. برضه دي كلمة مهمة جماعة، انه احنا بناخد الانجيل من ايد الكنيسة. ابونا يمسك، خلي بالكم احنا بقى الطقس بنطبق الكلام حسب الطقس لو تاخدوا بالكم. ابونا يمسك حاجة اسمها البشارة. البشارة، البشارة ده سفر صغير او الاربع اناجيل موجودين كده في علبة مفضدة زي السفر الصغير، ويمسكه يرفعه فوق راسه قبل ما نقرأ الانجيل ويقول ابونا بالقبطي مبارك الآتي باسم الرب، يعني المسيح جالنا والإنجيل ده هيحكي لنا المسيح عمل إيه، والإنجيل ده كلمة ربنا المسيح اللي جالنا على الأرض. ويقوم أبونا يدي البشارة دي أو السفر ده للشماس اللي هيقرأ، فيبوسه ويطلع يقرأ. فاهمين المعنى؟ نفس القصة اللي شايفينها هنا. بيقول أخذت السفر الصغير من يد الملاك، وهو ملاك الكنيسة الكاهن بتاعها اللي بيصلي كأنه جاي من السماء. طب في ايدك ايه يا ملاك؟ معاك ايه تدهلنا؟ معايا السفر الصغير المفتوح، خدوه كلوه لانه يجعل جوفك مرا ولكنه في فمك هيبقى حلو كالعسل. فاخذت السفر الصغير من يد الملاك واكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما اكلته صار جوفي مرا. اقولها بطريقة تانية، ايه رأيك تبقى انت الملاك اللي بيدي السفر لكل انسان؟ ما توصل يلا الانجيل لكل واحد، تبقى ملاك. انت لو عرفت تخلي الناس تحب الانجيل وتقراه تبقى عملت حاجة كبيرة قوي، تبقى في عينين ربنا زي الملاك. الناس اللي تايهة بعيد عن ربنا دي محتاجة هذا السفر الصغير المفتوح، محتاجة اللي ياخد بايديها ويعرفها تقرا ازاي وتقرا وتفهم. تفتكروا في سفر الاعمال حادثة الوزير اللي كان بيحج في اورشليم، كان وزير يهودي من بلاد الحبش، وبعدين في لوبوس المبشر الروح قال له تقدم ورافق هذه المركبه، فلقاه بيقرا في اشعياء النبي، فقال له هل تفهم ما انت تقرا؟ قال له كيف افهم ان لم يشرح لي احد؟ افهم منين؟ ده اشعياء بيقول كلام صعب عمن يتكلم عن نفسه عن اخر، بيقول كسات تساق الى الذبح وكنعجه صامته. فبدأ في لبس يبقى زي الملاك ويديله السفر ويشرح له عن المسيح له المجد. وفي السكة قال له بعد ما شبع بالكلام وفرح بيه، قال له عاوز اتعمد، ينفع اتعمد ولا لا؟ بعد الكلام اللي سمعته انا فرحان. قال له يجوز، لو كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. كم واحد فينا هيبقى الملاك اللي هيدي السفر الانسان عشان يحلي بقه ويفرحه ويسعده ويغير حياته بمرار التوبة؟ التوبة مرة وحلوة، محدش يخاف من التوبة. التوبة فيها تعب، فيها تغصب، فيها دموع، فيها تذلل، وفيها فرح وتعزية
وبهجة وسماء وأبدية وحب بلا حدود. فخلينا احنا كمان الملاك اللي يدي سفر للناس. أجمل هدية تديها الإنسان إنك تديله إنجيل. صحيح الناس عندها أناجيل، يبقى اديله يقرأ الإنجيل، عرفه طريق الإنجيل، اديله طريقة تساعده، ساعده يفهم، ساعدوا أولادكم يحبوا الإنجيل، هتبقوا ملايكة في عينيهم لما يكبروا. ادوا الإنجيل للناس تبقوا ملايكة في عينين ربنا. فقال لي: يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. قال له: شوف بقى، بما أنك كلت الكلام ده أنت بقى إيه تتنبأ. تتنبأ يعني هتعرف أسرار كتير قوي. فاللي يعرف اللي يقرأ الإنجيل بيفهم ربنا وبيفهم خطته وبيفهم طريقته وبيفهم شخصه وبيتعرف عليه. فيقول له: خلاص، بدل انت مذاكر الانجيل وكلته، يلا تنبأ. تنبأ يعني ايه؟ يعني اوعظ. يلا روح قول للناس يرجعوا لربنا ازاي. عشان كده لا يمكن لاحد ان يتنبأ. كلمة التنبؤ مش بالضرورة مقصود بيها ان تخبر بامور آتية، لا. ليه؟ لما تقروا النبوات في العهد القديم تلاقوا اغلبها مش كلام عن المستقبل، اغلبها كلمة ارجعوا لربنا. طب هي ارجعوا لربنا دي نبوة؟ نبوة. نبوة يعني ايه؟ يعني النبي عرف اللي في قلب ربنا وقاله. انت يا اشعياء عرفت ايه اللي في قلب ربنا بيقول؟ ارجعوا، بيقول: يا ناس ارجعوا، بحسب ما يجي عليكم الهلاك، ارجعوا عشان السماء حلوة، خسارة ما تضيعوهاش. هو ده اللي في قلب ربنا. ده في قلب ربنا، هي دي النبوة، هذه هي دي النبوة. طيب مين اللي يقدر يوعظ الناس ويشجع الناس ويشد الناس ويتنبأ لكل الشعوب والأمم والألسنة؟ اللي يأكل السفر. عاوز كلامك يبقى مؤثر ويجيب الناس لربنا، كل واهضم واشبع وتغذى على كلمة ربنا كويس قوي، هتلاقي ايه؟ كلمتك قوية، وتلاقي انك انت بتتنبأ. بمعنى ايه؟ انك بتوعظ بكلام قوي، وانك بتقول للناس ربنا عاوزكم ترجعوا، وكلامك بيأثر فيهم. لكن احنا ساعات نقول للناس تعالوا وندعيهم للخدمة وندعيهم للكنيسة ويطلع كلامنا ضعيف. ليه؟ ما اصل انا مش واكل، انا مش واكل فما فيهاش حيل. لكن انا لو واكل اكلة حلوة هشيل الخطايا اللي على الناس دي مع ايد ربنا وارجعهم لربنا. تعالوا كده ننشغل السنة الجديدة واحنا داخلين على سنة جديدة ان احنا نتغذى على كلمة ربنا. أجسادنا بقالها 30 40 50 60 سنة بتاكل 3 طقات، ولو فوتت طقة في اليوم تحس إنك مقصر في حق نفسك. طب وروحك الهفتانة الجعانة اللي بقالها يمكن شهور وسنين ما كلتش طقة حلوة عليها الإيمان؟ وفي طقة غير طقة، في واحد يقرأ إصحاح في دقيقتين، وفي واحد يقعد ساعة يألف كده كلمة ربنا ويفتش فيها ويشبع بيها. يا ريت السنة الجديدة لكل اللي بيحضروا معانا درس الكتاب تبقى سنة الإنجيل. يبقى كده شعرنا: خذه وكله، خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا. معلش، وماله؟ ما يمكن ده ينظف معدتي، حاجات كتيرة غلط جوه. ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل، هيخلي طعمك حياتك كلها جميلة. خلي السنة دي سنة للكتاب، ما تفوتش يوم غير لما تدي نص ساعة وساعة للإنجيل وتغرف من كلام ربنا وتقعد مع ربنا قاعدة هو نفسه بيستناها. تصور إن ربنا بيستنى القعدة معانا وإحنا اللي تقلنين عليه. ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن فتح أحد قد كده، يا رب يا عيني، يا رب عليك، مش لاقي حد يفتح لك. إن فتح أحد أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، تبقى أكلة حلوة ويجعل فمه حلوا. أدي السفر الصغير اللي يقبله الشماس عشان يقدمه للشعب ويقراه. وعلى فكرة في الطقس في حتة كمان جميلة، لما الكاهن يشيل البشارة ويقول: مبارك الآتي باسم الرب، يديه لأي كاهن زميله يقول له إيه: طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. يعني أنا لما أديه أناوله لكاهن زميلي يقوم يبوسه هو كمان، أقول له: يا بخت عينيك اللي شايفة ودانك اللي سمعه.
أفكروا بكلام المسيح إن يا بختنا لأن معانا هذا السفر الصغير المفتوح الذي يجعل أفواهنا حلوة كالعسل، أما الجوفة تمرر. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.